يزيدوا يتلاحقوا الاخرين ونبدو ان شاء الله تستفاد عنا ان شاء الله. ياسمين بوزيان خوش جالدن. بالحق الصورة هي وصل لها نورمال. وشنو؟ ما عرفتش مقطع ولا لا لا نورمال نورمال عادي. طب ليش صار واحد لفه ليكيب؟ السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك اذا عندكم صحابكم ولا مازال ما شافوا ليا، دونك قولهم باللي الحصه راهي غادي تبدا صح هكا باش نبداو ان شاء الله في الوقت. يعطيكم صح على الخمسه ان شاء الله، 35 ان شاء الله نبداو. هذيك هي باش نكونوا كاع حنا ان شاء الله 10 دقائق ان شاء الله ونبداو ان شاء الله. يزيدوا يتلاحقوا الاخرين ونبدو ان شاء الله الساعه تاعنا هسه. الو هكذا شنار الحصة نبدوها إن شاء الله على الخمسة بي، نستنو الناس تلحق باش هذه هي نبدو مع بعض. دونك تبغوا تتعارفوا ولا ما كاش مشكل، انا بغيت غير نبه واحد النقطة باش نخليكم مع خيرة. دونك راكم تعرفوا بلي الزوم يسمح لنا غير 40 دقيقة مجانية، دونك إذا كيتانا الزوم
دونك تكون عندنا هاد الفليكسيبيليتي نعاودو بالخوف نكريو ليان جديد ونعاودو نولو صح. دونك ما تقلقوش تعاودوا تقول لي في الفيسبوك وتقول لي تاني في البيو في الانستغرام. الله يحفظكم. شكرا. دقائق إن شاء الله ونبدأ.
هاي دروك نقدو نبدو. السلام عليكم أركاد أشدار. بان خيرا تركتي أولا تمانيم بي بقن تركتي كونش مقات في الليسي يا بجاز أركاد أشدار سيس جاليور مو إيفات جاليور بجزار واحدين قالوا لي ما راحوش توصلهم الصون دونك بروبليم عندهم نورمالمون اكتيفو سو اللي يعرف كيفاش ياكتيفي سو يقول لنا كاين هذاك الميكرو التركي صح هذا باش نهضر انايا صح هو باش تلعبوا وي ميم تما دير وجوان دون لو سون اي داكو سمحتوها اللي ما راحش يوصلها سو يدرك في هذاك لو بوطون تحت تاع الميكرو خلاص خيره دوك تسمعوا فيا رانا غير نسمعوا جماعه اللي ما راهش يسمع دوك بروبليم راه عنده صح دونك خيره تفضلي هيا تري بيان هيا نبداو مع بعض هكذا صار بوغل توك تي كونش ما اتفل اسيا بجاز بالعبال غادي نديروا ورشه تحدث لغات نوتيه هاد الورشه ليكم نتوما باش تحضروا وانا الحاجه الاولى غادي نفهمكم غادي نبدا لكم باللي شوز بازيك على حوايج اللي القاعديه تاع اللغه التركيه باسكو نعرف الناس يكون عندهم شغل يسلكوها في اللغه التركيه من المسلسلات وكاع بصح عندهم هذوك الباجاج بصح ما عندهمش الحوايج بازيك دونك قلت اليوم ندير معاكم الاحرف والنطق نتاعها حاجه الاولى اللي نبداو بها سي بون تسمعوا فيا بزاف غادي نبارطاجي دوكا معاكم ليكم ماذا بيا انا تشاركوا معايا وتحضروا وتقصوا بس هاد الحصة الهدف منها انه قاعد كومينيكو ونشنا اتوليسي ورشة تحدث لغة تركية حاجة ما فهمتوهاش ولا ثقتوني ليك خورة يتبالكم مليح اش حاجة ولا ندي لكم زوم الو وي راحت تبان طيب اول حاجة غادي نديروها هي اللغة التركية حرف لار غادي نديرو الأحرف راه كاين هنايا الكلمات باش كل واحد فيكم يعرف النطق نتاع هذوك الأحرف وكاين اللي عندهم الباجاج في اللغة التركية بصح ما يعرفش النطق نتاع الأحرف مع بعض باش لا يلم أركادش هو صديق كل كلمة باللغة التركية تبدأ بالا عربة إلما تبدأ بالأ تبدأ بالأ أصلاً جزال أبداً كين أصلا اللي هي أبداً وكين أصلاً اللي هو أسد أكشم جزال أكشم أفر إنسانة مدى بيا قاعد تشاركوا أركضاش لها مدى بيا قاعد تشاركوا نسمع لفاتحكم بس كل هذه الحصة ليكم انتوما أرشكان هاي؟ بزال بي بابا أب كل يعطيني كلمة واحدة أخرى بيبيك بوغن بزال بيبي بوغن اليوم بوغن اليوم باشكا باشكا حاجة واحدة أخرى باليورو هنا بزال
عارفين انسيزي طالق حوتة سمكة جي هذه جي هي استعدنا ومن فوقها جي هاي جي مثلا هنا مكتوبة جي فيز جي فيز هو الجوز هاي واد كوكو جمعة جمعة بزال تجوك تجوك جي جي تجوك جي هي سي وتحتها سي دي هاي هاديك جي تجوك دي دارس اي جيب 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 صغير صغير الدجاج بزال دي دارس اي اف في فاري فأرة اف هو منزل طيب اكتبوا معايا اذا ما فهمتوش حاجة ولا قولوا لي ها انا نتبع اكو تبعو تخيل جي جول جول هي وردة جول انتبهوا مليح على النطق نتاع الكلمات جي جول هادي نشوفي هادي اللي تخوف كاع الناس اللي هي اليوموشاكي هاي تبان لكم يوموشاكي هاديك اليوموشا هاديك الجي وفوقها هاديك الشرطة سموها يوموشاكي وكي تنقرا في الكلمة قرا كيما الغا وهي مخففة مثلا كيما هاد الكلمة اللي مكتوبة حداها آتش آتش هي شجرة دونك هنايا آتش شدرت دتر في الأ الجي هاديك ما نطقتهاش ما قلتش أغاتش ولا أغاتش لا الأ مددتها طولت فيها دونك قلت آتش فهمتوني؟ الله تلزم هادي بالنسبة للنطق ما يوموشاكي الاسم نتاعها يوموشاكي بصح النطق نتاعها مختلف تماما طيب هي غي مخففة كيما هنايا اج كلمة واحدة اخرى مثلا كيما ها هي كلمة واحدة اخرى اورانجي مثلا اورانجي اورانجي هي طالب هادو كون نزيدو نشوفوها كيما تاني اولان دوبرا اويلي ايفيت اويلي دان مثلا اويلي دان اويلي دان سوندرا أولي ظهر زال هي هي هافوتش هافوتش هي الجزر هاي كروطة هافوتش هادي اللي جاية كيما الإي ما فيهاش نقطة هي جاية كيما الإي بصح ما فيهاش نقطة تنقرا إز الكلمة اللي حداها إزقارة 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 هي الشواء طيب مثلا نقول إزقارة تافوك إزقارة تافوك تافوك هو الدجاج إزقارة هو مشوي دونك دجاج مشوي إزقارة تافوك تمام أبت تمام إذا إي إي إيش إي كما اللي نعرفه إحنا يا إيش خدمة. إيش هو عمل خدمة جي جيلات في هذا الحرف جي في اللغه التركيه ما فيش بزاف كلمات قل في هذا الحرف ما كاينش بزاف كلمات قلال كما مثلا جيلات جي ما بس يابونيا اكو تسمع فيا واه اذا كا كلام كا كلام قلم كاين بزاف كلمات في اللغة التركية أصلها عربي إلا لاحظتو أني باغي نسمحكم أريكا داشلع ديسيني زيدو يما كيستيورم نال ديسينيز فيكي بوردايز بزال دفع مدلم ليه لالي لالي هي وردة هي وردة الخزامة طيب لي لالي مي مسا طاولة طابلة مي مسا ني نمرة رقم ني نمرة او اوتوبيس
اللي هو البيش صحيح او كما هذه اولى تمان هذا الكلمه فيها يوم مشكي شفتوا كيفاش نطقها اولى تمان اولى تمان هذيك اليوم مشكي الاو خففتها وطولتها اولى تمان تمام تمام نورمالمون معناها استاذة اورتمان واه واه اورتمان هي استاذ استاذ ولا استاذ رجع يدير بي بارا اللي هي دراهم بارا ري ريسيم ريسيم هي رسمة كيما العربية ريسيم هي رسمة تي إذا ما فهمتوش حاجة ولا حبسوني وقولوا لي نورمال تسقسوني عادي لا علاش باغي نعرف بارا واش معناتها دراهم هي دراهم طيب المال دراهم شكرا سمحتيني ما سمحتك شكرا بلا مزية تي تاتش تاتش هو الشعر راكم معايا نبات شي نبات شي هادي الاس وتحتها سيدين تنقرا شي 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 عندهم هي الزجاجة طيب زجاجة هي معناتها شي شي تي شكون يقولي هادي شهية تحتها تعرفوها بابلو صبورة صبورة يا صبورة جزار تحتها هي صبورة هادي الحرف اللي من وراها هو او ينطق او طيب وتشورتما وتشورتما هي الطائرة الورقية تمام 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 او الحرف اللي من وراها هو او الاو تاعنا هي الاو تاعهم فوق هذا الجنقاضي طيب هذيك الاو فوق هذا الجنقاضي تقرا كيما الاو تاع الفرنسي او طيب تمام اوتو هي الحداده دو يمدن قلتي لي الاو تاعهم كيما الاو تاعنا اللي فيها دو بوان تاع الفرنسي هذيك هي والاو نورمال تقرا او تنقرا او الاو نورمال اللي ما فيهاش نقاط تنقرا او واللي فيها اللي فوقها الجنقاض تقرا او كيما الفرنسي بزاف في نصل شنو دمك؟ وتشورت ما؟ بتشو هي الحدادة تمام تشكرا الحدادة في فازو فازو هي فاز اون فاز هنا هي ملاحظة صغيرة تعرفوا باللي اللغة التركية فيها ديف كيماز أصلها عربي علاش؟ باسكو بكري قبل ما تكون هذه الحروف اللاتينيه اللي رانا نقروهم دركا كانت تكتب بالحروف العربيه ايوا من اللاتينيه جاء اتاتشيخ بدل لهم وردل لهم الحروف اللاتينيه وعندهم ثاني كلمه بالفرنسيه كيما هذه في فازو فازو يا ان فاز الحرف اللي من وراها ي ي يميك يميك شهوة؟ ماكلة أكل يميك أكل زي زيتين يميسكم شهوة زيتون 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 هذا مكان بزارة كده أصلا دركة بعين نشوفو القسم تنشطمة تعارف أنا بغي نعرفكم تو مشكول بغي نتعرف عليكم واحد بواحد باك قبل هذه نشوفوا شو هما لي فراز نتاع التانشمو ومن بعد نتخاتيكوها صاي اوكي راكم معايا ايفيت ايفيت تانشمو باللغه التركيه هي تعارف سلام لاشما سلام لاشما جايه من كلمه سلام معناتها المصافحة مصافحة ولا في حدث ولا حد يشوف التعارف طيب تنشما سلام لاشما ديلك لا كلمة ديلك هي
رغبة هي تمني رغبة طيب دي لكلار تمنية أنا تلزمة أباكم معايا يزعف الحاجة الأولى ميرابا ميرابا راكو سامعينها بيان سور من قبل ميرابا هذه شوية أوفيسيال شوية رسمية ميرابا ما بين الأصدقاء قد تقولوا سلام هاي كي تكون ما بين الأصدقاء قد تقولوا سلام ميرابا تقولوا في كاع الأوقات طيب ما عندهاش وقت محدد الحاجة هي شوية رسمية على سلام سلام ما تقدرش تقولوها في موقف غير رسمي طيب في موقف رسمي تقولوها غير في المواقف غير رسمية تكونوا ما بين صحابكم محتوني جنايدن جنايدن صباح الخير نصصن نصصن كيف الحال إيم أنا بخير ناري لسن هي من أين أنت من أي ما هي جنسيتك هوشتا كاب هوشتا كاب معناتها فلتبقى بخير ولا دمت بخير دمت بخير قولي قولي هي مع السلامة قولي قولي ممن لندن هي تشرفت بمعرفتك ممن لندن تشرفت بمعرفتك تشكر دلم هي شكرا هادو هما الحوايج بازيك سنين أظني سنين أظني ما هو اسمك نصنصن كيف الحال نيري لسن من الموطب من وين سنين أظني بينم شاوة الرد نتاعها بينم أظن علي نصنصن تشكر دلم إيم نيري لسن جابونيا ليم جابونيا ليم من جابون من لندن رد انت حباندي من لندن وانا ايضا تشرفتني معرفة تشرف بليز نصلصن نقولو تشكر درم ايم ولا ايم تشكر درم لسكو نحسب ما نعرف ايم تشكر درم ولا عين الشي عين الشي تقولي تشكر درم ايم ولا ايم تشكر درم لا ميم شوز Et qui sait qu'on en a bien l'estin Le zouche qu'a dit c'est à amener. Ta maman Rochakal, la dame ta ha gulé gulé. Aïe, donc là-bas, on t'arrif à l'écom. Qu'abel men kamelo. C'est qui Qu'abel men choufou hadou. Ou l'en choufou يقولنا هذه وقتاش نستعملوها في الصباح ولا في نص النهار ما نقدوش نستعملوها في بونجورني بونجورني هي يقول لا هي بونجورني كما نقولوا حنايا يوم مبارك ولا يوم طيب ولا يقول لا هذه هي ما نقدوش نستعملوها في نص النهار ولا في الصباح في اوقات اخرى نستعملوها غير في نص النهار ولا في الصباح راكم معايا خوش كالدل خوش كالدل يا أهلا بك ياك شاملار مساء الخير مساء الخير يا ياك شاملار استعملوها في المساء خوش شكل إلى اللقاء هذه هي دركا أسكم تعرفوا عبر واحدكم واحد واحد تمام يزيد النيورو اني بغيتكم كاع تشاركوا وكاع تحضروا ماشي كيما باش خيره خيره ما ديرا باش تعال دنجل خيره بعد ايه تشكر دير خيره ويا عبد الحق بون باقي 10 دقائق وتنقطع باسكو انا بالنسخه المجانيه دونك اذا كان باقي لكم بزاف شغل نعاودوا نتلاقاو تقول لي في الفيسبوك ولا في الانستغرام صح هي تصاعدها تعاودوا نصوها واه تعاودوا نصا كملوا هاد الدقائق ومن بعد نتلاقاو في الفيسبوك ولا في الانستغرام دونك نحط لكم ليا في الفيسبوك في البيو في الانستغرام واه باقي لكم 8 دقائق تفضل هي صح
اي داكو واحد فيكم يعرف على نفسه. صارت قضيت تعرفي على نفسك؟ وي قضي نبدأ. اي داكو مرحبا arkadaşlar. مرحبا. Biz biraz kendinden bahsedeyim. Benim adım Sara. 1990 doğumluyum. 21 yaşındayım. Sidi Belabes'te yaşıyorum. Ben öğrenciyim. Kimya okuyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Güzel. Sara, معليش نقد نقاطعك باش نفهمهم. Oui. Sara, تقرا كيمياء. كيمياء اوكيور. تدرس كيمياء. كملي. Yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans yapıyor. معناتها هي الماستر. Yüksek lisans هو الماستر. قلت 1990 دومليو. 1990 98 8 دومليو. انا من مواليد 1998. عفوا سنة. 21 يشمدايم. 20 عام في عمرها. 20 عام. 21 يشمدايم. 21. 21 pardon. 21. سيدي بلعباس يشيرو. إزاي؟ تعيش في سيدي بلعباس. عفوا سنة سارة. من ولدك؟ بنتي من ولدك. تشكر الله يا سارة. الحق شحال باقي لنا؟ باقي لكم ست دقائق. ست دقائق باقي لكم. ست دقائق كمل. معايا داكو. شكون اللي من مور سارة يعرف بنفسه؟ الفرصة باش تحضروا، معليش ما فيها والو، تقدوا ديروا دي فوت، راكم هنايا باش تتعلموا. مرحبا. أهلا. خوش كادن. كيمكون شيور؟ الحمد لله. شدرا راني عاد كي جيت ما كنتش معاكم دونك ماني فاهم. اهلا بك. نجحة كبيرة. اهلا بك. واش كالدن؟ كيف واش كالدن معناتها اهلا بك. رد عليا قولي هوش بولدوك. بولدوك. هوش بولدوك. هوش بولدوك. جزاك عفوا سنة. يعني خير بيان. صحا خير بيان. واش درتو كاع من القبيلات؟ واش درتو كومبو ولا شفنا الاحرف غنديرو ريفيزيون خفيفه. شفنا الاحرف بلا تركيا. كوزا خيا تقدري تكملي سينو اذا امير راه جا روطار يقدر يسيب اللايف في الفيسبوك. اي داكور باش لا ماكيا بابيليريم. ايفيت باش لايا بليستن صا. مرحبا بنيم ادم خوله. 25 يشندايم. جزائريين طبعا. 25 يشندايم عندها 25 عام. ريت. ديش هكمي اوكيورو. جزائر. ديش هكمي. ديش هكمي معناتها طب الاسنان. ريت. تمام. ما شاء الله. البيض يشورو. البيض. جزائر. ريت. Ne başka? Bir sorum var. Ne yapmak istiyorsun? Hobiler, hikayet, tarih. Kitaplar okuyorum. Güzel. Nasıl genre, kenguru mutara? Ne demek? Kitaplar okuyorum. Aynı kitap şey. Okumak. Tamam. Aynı şey. Evet. Kitap okumak. Evet. Kitap okumak. Türkçe. Türkçe öğreniyorum. Güzel Türkçe konuşuyorsun. Aferin sana. Sağ ol. Ne başka? Havla. Evet.
Sen nasıl öğreniyorsun Türkçeyi? Aslında evet tabii ki aslında biz ben ve kuzenim İstanbul'a gittik ve Türkçe öğrendik. Yani ne kadar kaldınız orada? Bir yıl. Bir yıl güzel. Bir yıl, yaşar. Benim gibi. Yaşar. Benim yaşar, gibi. Yıl. Yıl? Yaşar, la. Yaşar, yaşar. Ay. Ay. Ay, ay, evet, ay. Evet, bir ay. Donc, Haula, كيفاش تعلمت اللغة التركية؟ راحت عاشت في اسطنبول لمدة شهر. على بها هي و لا كوزين تاعها راحوا لاسطنبول وعاشوا لمدة شهر. على بها تعرف يعني مي كوزين. عارف اللغة التركية. Evet. Güzel. Güzel konuşuyorsun. Sonra biraz yani okuyorsun. Evet, evet. Diziler izliyor musun? Tıpkı müsesselet? Tabii ki, tabii ki. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Evet. Aynen. Tıpkı müsesselet. Parce que le müsesselet Türkiye هما اللي يعلموهم اللي يخلوك تكون عندك باجاج. La façon. هذه هي l'accent. La façon de voilà l'accent. هذه هي. Voilà, l'accent تخليك ثاني تدي باجاج كبير. بلا ما تحسي. Aynen. Güzel. Memnun oldum Havla. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Aha. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. Abdülhamid. Karibi kimin? Şimdi havudun lansol la seans. Sumucu. Kamilu khayra. Kamilu khayra. İdde kitin ta vahada, khalua kitin ta vahada. Okey. مسمحتكش قلت لك حتى تنقطع وحدها غير كملي قلت كملي وخلوها تنقطع داكو شكون اللي باغي يعرف روحه على روحه كانت ما كيستاهل مثل زعما كذا شلا كان ينسي ايفيت اني صح بصح ما زعما ما نعرفش عارف كاع يا شو كيما تبغي راك هنايا باش تعلم تبغي بالعربيه بالفرنسي كيما تبغي لا هي مدى بيه بتركيا زعما بتركيا معاونك معليش ايه صحيح مكاش مشكل جزال دونك جزال هي جميل لا ولا عرفتي هي جميل الكلمة المعروفة يقولوا تاليك مرحبا سي صح مرحبا مرحبا يا مرحبا واش كاعدين امين تقول لي كيفاش يقول لك خوش كالدين غدر وقت ليكيب مرحبا بكم ما دير على النسخه المجانيه اكو عارفين داو كيفاه دونك صحابكم قاع عاودوا اتصلوا دونك اي واحد يعرف كان معنا هنا في الورشه دونك يبعث له الرابط صح بارك الله فيك
لا باينة خير. خير غير ليان غير ليان عاود تكليكي فيه. خير خيرة وفاء الدخل الدخل يعاونيها باسكو راهم يعاونوها شوية الدخل. مرحبا كداشنار تسيم جيليور مو تسمعو فيا وتسمعو فيا ازيد عزوت ازيد ابنيز بوردسنز فيلم نكملوا devam edelim arkadaşlar. Hocam evet ben konuşayım. Evet konuşabilirsin tabii ki. Merhaba. Merhaba. Benim adım Nusayiva. Güzel. Ben 19 yaşım. Yaşındasın? Yaşındasın, evet. 19 yaşındayım. Hadi 19 yaşındayım, güzel. Evet, ben öğrenciyim. Management öğrendim. Güzel, işletme. Management ya işletme. Evet. Ben Türkçe'yi çok seviyorum. Niktib herkum hınaya fıdış kişinin. İşletme. Hadi, biz tutalım İşletme ile management. Hayır. İşletme. Ya idare etme amel. İşletme. Ben Türkçe çok seviyorum. Güzel. Çok seviyorum. Ne diyeceğim ben? Öğrenmek istiyorsan Türkçe'yi. Evet. Ama güzel konuşuyorsun. İyi konuşuyorsun. Çünkü ben dizli... Diler... Diziler, sesler. Evet ve müzik de dinliyorum. Güzel, ben de müzik dinliyorum. Çok seviyorum. Evet, ben de. Güzel. Ben de memnun oldum. Nusayiva? Ne? Nerede okuyorsun? Nerede okuyorsun? Sidi Blabes değil mi? Tlemcen. Tlemcen, güzel. Yok yok, Tlemcen. Çok memnun oldum Nusayiva. De memnun oldum, herkese. Teşekkürler Nusayiva. Kimse konuşmak istiyor musunuz arkadaşlar? Kim konuşmak istiyor? Merhaba. Merhaba. Ben adım Kautar. Güzel. Hoş geldin Kautar. Hoş bulduk. 14 yaşındayım. Sizi tanımaktan onur duydum. Hobilerim okuyor. Türkçe öğrenmek istemiyorum çünkü seviyorum. Güzel Kautar. Kaç yaşındasın? Alandık mı?
14. Güzel, 14. Güzel. Hoş geldin Kevter. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ben geldim. Ya Kevter, ay asgar müşerika fil mukayyama. مرحبا بك كوثر. كوثر؟ ما سمعتكش عبد الحق. يعني كوثر راهي اصغر مشاركه في هذا المخيم. خلي معكم اميمه دروكي. سلام عليكم. غزال مرحبا بها اميمه. فيني ازلدن واش كالدي عندي شوك ازلدن نصصنس خيره ان ايم ايم جنم سن نصصن İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel, rica ederim. Merhaba, ben Nur. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kendini tanıtmak istiyor musun Nur? İbrahim'e tarif edersek? Tamam, tamam. Ama bekle, bekle. Evet, bekliyorum canım. Teşekkür ederim. Rahat kendim... rahat konuşabilirsin. Merhaba söylesene. Merhaba söylesene çocuğum. Merhaba. Kardeşim merhaba. Burada. Kardeşim yanındayım. Güzel. Güzel. Kardeşin Türkçe konuşuyor mu? Yok. Biraz. Hayır, biraz konuşuyorsunuz çocuğum. Çok güzel. Aksan çok Ades güzel. Sucud. Ades sucud. Sucud. Çok tatlı. Ne okuyorsun Nur? Fransızca söyleyebilir miyim? Evet, evet. Söyleyebilirsin. Fransızca. Nur. Ne dedin? Nasıl? Farmasi. Evet, evet. Nasıl söyleyeyim? İczane. Eczacılık. Ben kitabı halkım. Hadi şu ya. Hadi şu ya. Ben kitabı hadi kelime. Eczane. 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 Hadi ya. Hayır. Ya saydaliya. Evet ya. Eczane ya saydaliya. Eczacılık. Eczacılık diye saydala. İsmi saydala. Güzel. Eczacılık. Evet. Eczane. Eczane. O saydala. Eczacılık. Şimdi ya sahibi ne vereyim? Eczacılık okuyorum. Evet, evet. Okuyorum. Aferin sana. Güzel. Nerede okuyorsun Nur? Sidi Blabes. Güzel. Benim gibi aynı fakülteyiz. Ana taniye nıkıra mitin Blabes. Aynı fakülteyiz. Memnun oldum. Nefsi kulliyiz. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim canım. Sağ olun. Şimdi kim konuşmak istiyor? Benim bu şeyim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nesrin. Evet, Nesrin ben. İyisiniz umarım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Maşallah. Teşekkürler. Bir May. 3 yaşındayım. Ve 23. Evet. 23 yaşındayım. Evet. Hı hı. Psikoloji öğrenciyim. Güzel psikoloji. Maşallah. Ve Cezayir'de yaşıyorum. Güzel. İyi, güzel. Başkentte mi yaşıyorsun? Nasıl? Bil-Asima? Evet. Güzel. Yerinez, hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Ve Türkçe A2 Türkçe öğrenciyim. Güzel, A2. Evet. Adı.
Güzel. Evet, adı. Sadece bu. Sen Türkçe'yi konuşuyorsun. Teşekkürler. Nasıl öğrendin ve nerede öğrendin? İnternetten okuyorum. Ve dersler çalışıyorum. Ve filmler, diziler izliyorum ve şarkılar dinliyorum, çok dinliyorum. Çok iyi, çok güzel. Maşallah. Farahtuni, haka bizzaf wahda fikum ta'raf tahda lwa Turkiya. Wallah farahtuni, çok sevindim. Evet arkadaşlar. Hankamlu ta'aruf min ba'd. Bir oynayacağız mı? Hayır, oynamayacağız ama başka bir şey yapacağız. Tamam. Ne yapacağız? عندك اقتراح اللعبة نديروها؟ قصدي باش نتعرفوا نلعبوا اللعبة باش نتعرفوا اكثر. داكو. نخلوها صحة من المور ما ندير لكم واحد القاعدة باش تستفادوا لو ماكسيمو. راكم معايا؟ تمام. قدام السلز. هذا بودي. ليس دو ماكسيوم كاع اللي باغي نسمحكم. طيب تفاعلوا معايا. انا حسن ليكم انتوما طيب باش انتوما تتعلموا مادامش الحروف التركيه نشوفوا تصنيف الأحرف تمام يزال نعم ويج بازيك بس منهم تدو لها باز شفنا الأحرف وشفنا نطق نتاعها دركا نشوفوا التصنيف نتاع الاحرف باسكو على اساس هذا التصنيف غادي نشوفوا قاعده صغيره خفيفه نتعلموها اليوم اكون معايا بيت دوكا الاحرف في اللغه التركيه ينقسموا الى ان شاء الله تكونوا تشوفوا بيان ليكرون عيب لكم مليح الاحرف في اللغه التركيه تنقسم الى قسمين عندنا الاحرف الصوتيه والاحرف الساكنه كيما الفرنسي كيما الانجلي كيما كاينين لي فوايل طيب الاحرف الصوتيه يتسموا هما الانولار والاحرف الساكنه هي الانسوزلار باللغه التركيه طيب الاحرف الصوتيه هي لي فوايل كيما الفرنسي كيما الانجلي هذوك هما نديرو البرونونسياسيون تاعهم مع بعض ا A O O E E I U I E E E I هادو هما الأحرف الصوتية والأحرف الساكنة هي بقية الأحرف ما تبقى من الأحرف طيب متفاهمين تمام هادو الأحرف الصوتية بحد ذاتهم ينقسموا إلى قسمين الأحرف الخفيفة اللي هما إي جي حرف لار باللغة التركية اسمهم إي جي حرف لار الأحرف الخفيفة والأحرف الثقيلة اللي هما كالن حرف لار طيب الأحرف الخفيفة هي أ إي أ إي دوك نعطيكم عفصة دوكا باش تفرقوا ما بين الأحرف الخفيفة والأحرف الثقيلة الأحرف المنقطة اللي فيها انقاضي بالإضافة إلى A بالإضافة إلى حرف A هي أحرف خفيفة تسمعوا فيها؟ والأحرف الثقيلة هي الأحرف اللي ماشي منقطة طيب كما راكو تشوفوا هنايا كونترول ماركو الأحرف الخفيفة عندنا أ منقطة إي A و إي الأحرف منقطة بالإضافة إلى حرف A والأحرف الثقيلة اللي هي A أ أو أو شكون مفهمنيش الله دنزمة أبيت الله دنبان هابي نزمة
Aku gel tamam Fiyo. Aku gel bırak izleyin. Selam. Evet. Evet Emir, selam. Tekrar hoş geldin. شغل غير دركا جيت ما شفتكم راكم دايرين الدرس الاول مع كي بديتو ولا لا شوف درنا في القسم الاول قبل ما ينقطع البث قبيلات كنت قلت كنت نعرف في روحي ترقت انقطعت واه سي فري انقطعت باسكو بروبليم تاع الزوم عندها غير 40 دقيقه ومن بعد تنقطع خاصنا الصوره من جديد دونك شفنا الاحرف صحيح وهنا عندنا الاحرف تنقسم الى قسمين قلت لهم الاحرف تنقسم الى قسمين الاحرف الصوتيه والاحرف الساكنه طيب الاحرف الصوتيه كيما لي فوايل في الفرنسي والانجلي اه صاي صاي لي كونسون لي فوايل صاي ايوا سموهم الاحرف الصوتيه سموهم اون لولار والاحرف الساكنه سموهم اون سوزلار اون لولار هادو هما ا او 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 اي اي و اي راك معايا تملي الاو والاو الاو والبي فيهم دو بوين يقولوا سي او كيما كاين ا فيها دو بوين تبع معايا كاين ا اي هذيك الاي اللي ما فيهاش نقطه تنقرا ا اه تنقرا ا هذيك الاي اي بيان ومن بعد عندنا او او ومن بعد هذيك الاو منقطه تنقرا ا وي صاي ومن بعد عندنا او اي اللي من نقطه نقولوا اي من نقطه اي واه اللي من نقطه كيما تاع الفرنسي اي اوكي اي و اي اي الاو تنقرا اي والاي هاي هادو بحد ذاتهم ينقسموا الى قسمين الاحرف الخفيفه والاحرف الثقيله ان جي حرف لار خفيفه وكالن هارف لاد قيلة كما الانجي هارف لاد هما الاشتهية باش تعقلوا عليهم الاحرف المنقطة بالاضافة الى حرف الاي هي احرف خفيفة طايرك معايا والاحرف الثقيلة هي ما تبقى اوكي علاش حنا رانا نشوفوا في هذا التصنيف نتاع الاحرف باسكو على اساس هذا التصنيف غادي نبنوا قاعدة بسيطة وسهلة كما في الأحرف صح شفنا الأحرف الصوتية الثقيلة والخفيفة هذه قاعدة الجمع نبغوا نحولوا كلمة مفرد نردوه للجمع في اللغة التركية نضيفوا ملحقتين طيب دو شيفيك لار واللار أكون معايا هادو لار ولار كيفاش غادي تقولوا لي وين تديروا لار وين تديروا لار على حساب على حساب اخر حرف صوتي في الكلمه كما راني كاتبتكم هنايا اذا كان اخر حرف صوتي في الكلمه حرف ثقيل ينتمي للاحرف الثقيله نزيدو هكذا مثال علاش باسكو حرف ثقيل اخر حرف صوتي في الكلمه راه حرف ثقيل نزيدو لار اذا كان اخر حرف صوتي في الكلمه حرف خفيف يعني ننتمي للأحرف الخفيفة نزيدوا اللار فهمتوني؟ نزيدوا التمثيلة سادة بغيت نسق فيك معليش تفضل يزيد فضلك تعال الحرف الثقيل من نزيدوا اللار سا كونسيرن با غير هاد اللي كي كتبتهم هادو ربعة تاع هاد ربعة تاع لي زارب فابي تصدير زعما لو كاباجهم زعما نقولوا كاين ان باغ اكزومبل كلمة كبيرة حرف صوتي ماشي مش فوايل ماشي كونسون بار اكزومبل زعما نقولوا لو مو بار اكزومبل زعما نقولوا لو مو سوسكون لا فهمتك اني فهمتك وي مي شوفني اش قلت لك اذا كان اخر حرف صوتي ماشي حرف ساكن فهمتني وي ما هادو الاحرف الصوتيه شوف اخر حرف صوتي مثلا نعطيك مثال تشوجوك ولا نعطيك مثال ساحل مثلا يلار واه إنك هي بقرة إنك اش هو اخر حرف صوتي فيها حرف صوتي ماشي ساكن هو امين اه هو اخر حرف صوتي في هذه الكلمه صوتي ماشي ساكن
اخر حرف صوتي هذاك ال اي واصي فري خير بيان. اي مالا اش تنشوف اي الوجه تنتامي اسكو ثقيله ولا خفيفه؟ خفيفه خفيفه. خير بيان. اش تنزيد؟ ما نزيدو لير لا 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 دوكا نشوفوا الامثله باش نفهموا. اورنيك مثال. اورنيك هو مثال. اورنيك لار هي امثله. اورنيك اخر حرف صوتي فيها ش هو هو اي اي على بها ش هنا حرف اخير لار لار. اورنيك لار دوكا نتوما هادو اكد اشطار هادو الكلمه نتوما غادي ديروهم لي واحد بواحد. فانا ديسيدي طيب انا ديسيدي تمام تمام. ام ام منقدش نورمالمون منقدش نشوفكم و اوميم طو دايره ليكرون. ها معليش اللي يعرف حيجاوب. عربالار. امير فهم علاش عربالار؟ عربا هي سياره. اه صح عربا. اوكي حسب عندها علاش زدنا لار عرب حسب عندها الفونز ما تاكلش لا لا عربة سيارة. زدنا اللار باسكو زدنا اللار باسكو تكمل بال كملت بال كملت بالار. اه واش هو؟ حرف تاقي. حرف تاقي الجزال افل خير. اينيك صايد لناها من قبل. اينيك كملوا. اينيك اينيك لار اينيك لار اينيك لار اينيك لار. تشوجوك تشوجوك هو الطفل. تشوجوك لار تكلار. علاش؟ باسكو اخر حرف صوتي هو او والاو ينتمي للاحرف الثقيله دونك زيدوا لا. فهمتوني؟ اورنجي. اورنجي هو طالب. طالب. اورنجي هو واش؟ طالب. اورنجيلار. 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 اي حرف اورنجيلار. مزال علاش سارة؟ باسكو اي حرف خفيف. يزال اغفل الفنا. امير وي راك معانا؟ واه راني معاك. بردا مسنس عارف كدا شطار. بردايز. كتاب هو كتاب. كتاب لار. كتاب لار. يزال كلام قلم. كلام لار. كلام لار. إزال أمير أوتشاك. أوتشاك لار. إزال أفر قبلة. أوتشاك هي طائرة. هاي كي نقولوا شكرا بتركيا. كي نقولوا شكرا بتركيا. تشكري ديرم. تشكرين. تشكرين ديرم. تشكرين ديرم. كرين شكرا بكل تشكر لار. تشكري ديرم. تشكري ديرم. اه صح 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 ونعطي كلمه سهله سهله مادام راك في الديبي. طاول. طاول فاول. طاول هي سلمت ولا شكرا. ايفيت دفتر. دفتر لا. دفتر هو دفتر كيما العربيه. جن. جن هو يوار. جن لار. قلنا الاحرف اللي ناقطه هي احرف خفيفه دونك زيدوا لا. ارماك. ارماك لا. ندمك. ندمك ارماك. ارماك ندمك هو النهر. تمام نهر ارماك. والجن شو نقول؟ الجن هو اليوم. هكذا شلا فكرتوني ماذا بيكم تحطوا حداكم ستيلو ورقه وتكتبوا دينو ولا ديروا كابتشور ديكرون. وي سي دي دون ان تقدو. واه تقدو ديروا دي كابتشور ديكرون. واش هذا لو كنت غادي تطلعي لو كنت غادي تطلعي فيه باش ندير كابتشور تاع تاع لير والله دوك.
هاك راهي تبان مليح؟ كيز معلم ولا استاذ لا لا اتمنى لا عارفين نقولوا ولا هوجا هوجا كما قلتوا لي هوجا معناتها استاذتي نقولوا اورتمان ولا هوجا ترى ما مش دونك انا حطيت لكم تركي دي ان شوك ولا انا الجمله معناتها اكثر الجمل التركيه مستعمله اكثر الجمل المستعمله في اللغه التركيه شائعة ايوا الجمل الشائعة تركشي هي نقسموها تركية الجملة تركشي هي تركيا تركشي دي هي في اللغة التركية هاي تركشي دي هذيك دي معناتها في انشوك استاذو هذاك لو سي اللي تحت هذاك اللي نسموه سي هذيك تنقرا تشي تنقرا تشي قرينها جي طيب توني داكو الاس كيفاش نشوف ان تقرا سي نو نو اس اس ان فرونسي اس ان فرونسي تقرا سي صحيح سي داكو داكو ميرسي نعطيك مثلا خيره سر مثلا وي عبد الحق الوقت عندكم خمس دقائق راهي ستة الورشة راهي ساعة أيوة عندكم خمس دقائق ماكسيموم عشر دقائق باش تكملوا المرة الجاية إن شاء الله هل باقي لنا عبد الحق خمس دقائق شغل ماكسيموم عشر دقائق باش تك صح ماكسيموم خمس دقائق بغيت نشارك معكم غير واحد لي غوسورس المصادر شاركي معنا كملوا الرجاي ان شاء الله مي جوست نشارك معكم مصادر تاع تعلم اللغه التركيه كاين واحد اللي يسموه تسمعي استاذ اليوم استاذ اليوم هذا ما قرينا ياك غير هذا ما كان واحد قرينا غير هذه تاع ال انا كنت موجود واحد هذا ما كان والاحرف غير درت لهم كابتور هذا ما كان طيب بون بيان كنت باغي نعرف روحي بروحي باللغه التركيه لا غالب انقطعت انا جيمغي بيان ندير لكم كثر مي الوقت لا غالب جوست بغيت نشارك معاكم هذا فورفو دوت كوم فورفو هذا الموقع دخلوا فيه يخرج لكم هذا تكتبوا اي كلمه اي كلمه باي لغه يخرج لكم النطق نتاعها مثلا غادي نكتب هنايا كلمه لغه تركيه وشوفوا النطق نتاعها صح هاي هذا النطق نتاعها هذا مليح بزاف مليح يخرج لكم النطق هذا الاسم تحت هذاك الخط كي كنكون نقولوا لها بالتركيه شي هذيك الاس اللي فيها تنقرا شي كيما السي اللي تحتها خط كيف ايوا السي اللي تحتها خط تنقرا شي والاس اللي تحتها خط تنقرا شي صوي هاي كيما هادي سي با اسكو تقدروا تسمعوا تنشتي لي ميس واه
سمعتوها؟ راكم معايا؟ وي سمعنا. انا معاك سمعناها الخطره الاولى. واه سمعناها. لا لا هذاك انا هذاك انا قلتها انا اللي قلتها انا. لا انا اللي قلتها انا راني على السيت. اسكو سمعتوها هذه؟ لا معليش. المهم انا غادي ننطقها لكم دروك. تنشت مز معناتها لمعرفة لتعارفنا. طيب تعارف عارف تاعنا. تنشت مز وجي ما تنقراش وجي ما تنقراش. هذيك هي مشقي. هذيك اسمها مشقي. ستادير مي جي مي كيما نقولوا حنا. واه تري بيان. تنشت مز ما تنقراش في الكلمة غير الحرف اللي قبلها يتمدد. طيب شو اللي وصل هذا الفيلم؟ تنشتمز معناتها تعارفينا، تعرف تاعنا حنا. هاي تعارفينا. انا بغيت نوريكم هذا السيت باسكو اي كلمه ما تعرفوش النطق نتاعها ولا تجو باي لغه كانت تجو تحطوا في هذا السيت تكتبوها اي هو يدي لكم البرونونسياسيون. وثاني بغيت نشارك معاكم ثاني قناه يوتيوب هذا القناة برج أوزجان. هذا هذا يفهم بالتركية ولا بالعربية؟ بالسوتيت. هذا يفهم بالتركية. عنده هذا ماشي تاع تعلم لغة تركية بصح عنده مواضيع شابين يهدرهم بالتركية بصح كاين لي سوتيت تحت بالفرنسي باللونجلي بالعربية. صح ما كاينش شديد فيه مقالات بالتركية مترجمينهم كيما لي سيت فيهم مقالات بالانجليزي مترجمينهم هكا باش فهميهم. علاش صحا كاين طول ماما مانيش عارفه من حوستكم ونجيب لكم. طيب دوك نشوفكم ثاني قناه يوتيوب واحده اخرى. ليتس براكتيس تركيش. هذه تركيه. هاي تركيه اي فهموا بالعربيه. هذه بالعربيه علمنا من اسطنبول فيها بزاف صرح شابين. هذه بالنسبه للمحادثات وكاع. القناه اليوتيوب الثالثه اللي هي تركيا جنه الارض. هذه شخصيا انا كنت نتعلم منها في كي كنت في تركيا. هذه بالنسبه للقواعد. طيب اللي بغي يتعلم القواعد جرامر يشوف يدخل لهذه القناه اسمها تركيا جنه الارض. كنت تسمعوا فيا؟ واه انا نسمعك. دونك هادو هما المصادر بوغ لو مومون. كاين مصادر واحده اخرى تاع لي بودكاست. كاين ثاني انشان يوتيوب بيرغول نصبل انشان يوتيوب بيرغول اسمها بيرغول. كاين ثاني انستغرام كونت انستغرام وانشان يوتيوب ثاني كيعلموا تري تري بيان فيهم القواعد فيهم النطق فيهم كل حاجه. ابدا غادي تكتبي في الديسكو كتبيها باش تستفادوا كاع. كاين كيما لي بودكاست نورمالمون كاع تعرفوا لي بودكاست. طيب لي بودكاست بلوش لي تيكست نتاعهم. كاين واحد السيت سموه ليرن Turkish with Turkish coffee. تبغوا ديروا كابتشر ديكرون باش تعقلوا عليها. خيرا راح تنقطع. خيرا تبغوا غادي ينقطع. مهم ديروا كابتشر ديكرون. شوفوا وقردوها عندكم. خيرا وميما راه بعتلكم ميساج قراوه. ولا وفاة دوك تفهمكم دوك. وفاة تفضلي. وي وفاء. نعم السلام عليكم زعما. شكرا جو تشيك دي شات بوكس او تما لي دخلوا سجلوا الحضور تاعكم في الورشه هذه ان شاء الله. Thank you so much all of you. You're welcome أميمة. You're welcome. هذه هي نهايه حصتنا اليوم. اكد سلايد تشكر ديرم.
haftaya görüşürüz inşallah. Kendinizi i̇nşallah. Çok iyi bakın. Hello for one. Tamam mı? Şükran üstelik. Size de. Teşekkür ederim. Cuma. Cuma. Teşekkürler hocam. Merhaba arkadaşlar. دونك رانا حاطين لكم اليوم باش تسجلوا الحضور نتاعكم. ممكن واحدين اللي راح يحضروا غير الورشه نتاع اللغه التركيه ماشي مشكله. نقول لكم عيدكم مبارك ونتلاقاو الحد ولا الاثنين باسكو العيد راح يطيح جمعه ولا السبت. دونك راح نخليكم تعيدوا ونسيو كيفاش نعاودوا نديروا هذه الحصه. صح ليكيب غدوا ان شاء الله كاين ورشه نتاع البابليك سبيكين ان شاء الله باذن الله. مرحبا بك. صحيحكم. شكرا. صحيحكم. الله يحفظك. ادخلوا في اللي حطيتها لكم واحد. شكرا لك يا بون شروز. شروز جان. شكرا. دوك ادخلوا اللي يدخل خلاص يقدر يكيتي. ايوا شكرا. المول عبد الحق. قلت لهم اللي يقدر يدخل دروك في اللي يقدر يخرج من اللقاء هذا. معناتها ما يقدرش واحد. شكرا جميعا للحضور تاعكم ونتلاقوا ان شاء الله. شكرا لعبد الحق للمجهودات نتاعك. العفو. شكرا ام الماء. You're very welcome. شكرا لك يا خيرة. العفو حبيبتي. تتبسطن. Thank you. خلاص دخلتوا كامل ليكيب. هيا اللي كيف هذاك الحق خلاص تمام راهم كامل دخلوا في الليان حطت عليهم وفاء. دونك اللي مازال ما دخل في الليان يقول لي باسكو باين كيتي الزوم دوك. خلاص قاعد دخلتوا. هيا باينه بلي قاعد دخلوا. شكرا نتلاقاو غدا ان شاء الله. السلام عليكم. العفو. سلامه. ويا على اليوم ويا شاو فشغل كي نقطع شغل ماشي شرط تعاود كيما نقولو تعطيهم ليا واحد اخر غير تعاود دير نوفل رينيو شغل غير هذاك اللي انا حطيتها لهم الاول عاد دخلوا فيه. هي جات بالخوف شغل ما تبرتيبو ما والو هاي وخيرا كان عندها بروبليم شي كو كان يطلع لها الزوم نورمال ومن بعد كي دوموندي لها ميزاجور هي كليكات على ميزاجور. هي ما ولاش يطلع لها مسكينه. ليسونسيال لاباس خاطر شاو انتي زعما شغل تقولي تحضري معاها كيما هاكا حاجة مليحة تولي مام هي تحضر الورشات نتاعك باسكو مباليش انايا شغل قاعد ترياجي شغل تنخلع كيما شغل واحد يهضر واه واه قول شابة شخصك ليسونسيال فاتت غاية عادي هي. دونك صرا هذاك البروبليم تاع شغل 40 دقيقه خلاص سمحتوا لي عندنا كل يوم 40 دقيقه. مي حاجه مليحه شي كو ما تعاودش دير لهم ليها واحد اخر. دونك غير نعاودو حنايا لونسو شغل نوفل رينيو. دونك هما يعاودو يدخلو غير بلي انا عطيتها لهم الاول تسمى بالاول تفهم تقول لهم بلي كي تنقطع عاودو غير كليكو على ليا تعاودو تولو. هذه حاجه مليحه.